أعلنت السلطات الطبية الصينية عن عزمها البدء في تطعيم مواطنيها خلال الأسابيع المقبلة ضد فيروس إنفلونزا الخنازير بلقاحين جديدين أنتجتهما شركة دواء صينية. تأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار هيئات الرقابة على الأدوية في البلاد للقاحين مضادين للمرض تم تصنيعهما محليا وإثبات فاعليتهما. كان وزير الصحة الصيني قد وصف الوضع في بلاده بالوضع السيء بسبب الانتشار السريع لفيروس إنفلونزا الخنازير.